السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو لهذا اليوم هو عن كيفية حساب الفائدة المصرفية حتى تعرف كمقترض ما هو مقدار الفائدة المستوفاة عن القرض الممنوح لك. طبق هذه المعادلة: الفائدة تساوي المبلغ في معدل الفائدة في المدة. مثال افتراضي: المبلغ ألف المقترض، معدل الفائدة 4%، المدة ستكون 10 سنوات. إذن الفائدة تساوي 400 دينار، أي بمعنى أنك ستسدد المصرف 1000 دينار المبلغ المقترض زائد 400 دينار مقدار الفائدة. حتى نثبت أن هذه المعادلة صحيحة وأكيدة، قد يستخدم المصرف طرق عديدة أو تسميات عديدة مثل ما راح نلاحظ خلال هذا الجدول للفائدة، لكن باختصار كل الفوائد المصرفية تحتسب كأساس بهذه المعادلة التي ذكرناها. هنا قرض صفحة، هذا صفحة منشورة في موقع مصرف الرافدين عن قرض إسكاني، القرض لمدة 10 سنوات وعلى شكل دفعات 25، 15 مليون وعشر ملايين. نأخذ يقول هو مصرف، يقول بأقساط شهرية متساوية بطريقة القسط المتناقص مع الفوائد، ويكون القسط الشهري للقرض كالآتي: المبلغ إذا كان 25 مليون، القسط الشهري بدون فوائد راح يكون 208,000، ومبلغ الفائدة راح يكون 94,531 دينار، ومجموع الفائدة زائد القسط راح يساوي 302,000 وكسر. هنا خلال هذا الجدول المقترض لا يعلم ما هو مقدار الفوائد لعشر سنوات. القرض 25 مليون، القسط زائد الفائدة هو 300 دينار تسديد الشهري، مقدار التسديد أو إجمالي التسديد الشهري هو 302,865 دينار بالشهر الواحد. عندنا عدد الأشهر 120 شهر، لأن مدة القرض هي 10 سنوات. عند ضرب حاصل القسط الشهري مع الفوائد اللي هو 300,000 في عدد الأشهر 120، راح يساوي لي المبلغ المسدد أو الذي سوف يتم تسديده خلال 10 سنوات هو 36,343,800 دينار، بمعنى أن الفائدة لعشر سنوات هي 11,343,800 دينار من خلال طرح 25 مليون من أصل المبلغ المقترض من أصل المبلغ المسدد اللي هو 36 مليون، يعني معدل الفائدة تقريبا 4.5%. نطبق المعادلة، أول معادلة اللي أخذناها هي الفائدة تساوي المبلغ في معدل الفائدة في المدة، الفائدة اللي تساوي المبلغ 25 مليون. اختصرنا معدل الفائدة، نكتب هذه الطريقة 4.5% في مدة 10 سنوات، الفائدة تساوي 11,343,800 دينار. يعني عند تطبيق هذه المعادلة سوف نعلم عن مقدار الفائدة التي سوف يتقاضاها المصرف من المقترض. إجمالي القسط الشهري، إذا طبقنا معادلتنا مع الفائدة حتى نعرف إيش قد نسدد بالشهر، راح نطبق إجمالي القسط الشهري هو يساوي للمبلغ المقترض زائد مجموع الفائدة على عدد الأشهر. المبلغ المقترض 25 مليون زائد إجمالي الفائدة اللي هي 11 مليون راح يطلع عندي 36,343,800 دينار، تقسيم على عدد الأشهر 120 يطلع عندي
302,865 كما في جدول